صباح الخير على كل المتابعين، وأتمنى لكم يوم سعيد. بأعمل الإطلالة الجميلة الصباحية دي من أحد أشهر المواقع الأثرية العالمية والمصرية، وهو يعني منطقة سقارة. طبعا أنا بجانب الـ يعني الـ هرم سقارة، أو يعني مقبرة الملك زوسر المدرجة. بعمل الإطلالة الصباحية دي عشان أوريكم يعني قد إيه المكان جميل، وقد إيه المكان زاخر بالآثار وزاخر بالمقابر الملكية والمقابر لعلية القوم في اللي بينتموا للفترة دي، والوضع السياحي طبعا دلوقتي عامل إزاي. والجو حقيقة جميل، في إقبال متوسط، بيكون يوم جميل قوي للسائح إن هو يجي يزور المنطقة الهامة دي من تاريخ مصر، ويزور المنطقة اللي احنا فيها، المنطقة الجنائزية للملك زوسر من الأسرة الثالثة، واللي هو يعني بادئ الدولة القديمة. هذا الملك العظيم حسن السيرة اللي حكم مصر فترة يعني كبيرة، ويعني كان ليه المصطبة المدرجة الجميلة اللي أنا بصورها دلوقتي، وليه المقبرة الجنوبية، وليه عناصر معمارية وعناصر أخرى، يعني عناصر معمارية جنائزية وعناصر أخرى يعني موجودة في المكان اللي احنا فيه ده، منطقة سقارة. المنطقة دي حقيقة يعني فيها الكثير من الأهرامات اللي بتنتمي لملوك مختلفين بينتموا لأسرات مختلفة من الدولة القديمة. فيها أهرامات بها نصوص الأهرام، ويعني دي نصوص الأهرام باختصار شديد هي بتحمل يعني معاني سحرية أو طاقة سحرية لحفظ روح الملك، وإن هو يساعده إزاي يعني يجتاز المراحل المختلفة حتى يعني يصل إلى الأبدية. يعني سقارة طبعا يعني فيها الكثير والكثير، فيها متحف جميل، فيها مقابر مختلفة لأصحاب مهن مختلفة ولوزراء مختلفين بينتموا لفترات مختلفة من الدولة القديمة. سقارة بيها مقابر كثيرة منقورة للطيور والحيوانات المقدسة والمحنطة، وجد فيها الكثير من أوراق البردي المكتوبة بي يعني كتابات وخطوط مختلفة، وهي بمثابة يعني مصدر هام للتاريخ عن الحضارة المصرية القديمة في الفترة دي. سقارة يعني هي عبارة عن مكان كبير جدا يعني به الكثير من الآثار الجنائزية والآثار، أو سجل مفتوح للآثار المصرية من بواكير التاريخ المصري حتى نهاية الفترة اليونانية الرومانية. يعني هي دي سقارة اختصارا. هو مكان جميل جدا ورائع، والزيارة يعني المعتادة ان السائح يعني بيجي بيزور المصطبة المدرجة للملك زوسر، وبيروح يعني مقابر اخرى للاطلاع على النقوش الجميلة اللي موجودة في المقابر دي، واللي بتحكي عن يعني الحياة أو مناظر من الحياة اليومية للمصري القديم، مناظر جنائزية، مناظر العطايا التي تقدم لهذا المتوفي. الجديد طبعا إن بعد يعني ترميم المصطبة المدرجة ممكن للسائح إن هو يخش يزور المصطبة المدرجة جوه بتذكرة خاصة، بجانب يعني أنشطة كتير جدا ممكن بتتعمل هنا في هذه المنطقة الجميلة. أنا حبيت أعمل الإطلالة الجمالية دي، حبيت المعلومات يعني تكون قدر الإمكان مش معقدة عشان يعني المتابعين اللي مش متخصصين يعني لا يشعروا يعني بالملل، ولكن أقول يعني هذا المكان من أفضل الأماكن السياحية والأثرية اللي موجودة في مصر. هو مكان جذب سياحي كبير مشهور ومعروف، و يعني له المكانة المرموقة على الخرائط والبرامج السياحية اللي بتتعمل يعني في الأماكن المختلفة للعالم. بيجوا من كل مكان عشان يستمتعوا بزيارة المنطقة اللي احنا فيها، منطقة سقارة. وللعلم يعني هي على اتساعها أو بيئة اتساعها قسمت لمجموعة من القطاعات، في قطاعات طبعا فيها يعني مقابر لملكات
ومقابر أو أهرامات لملوك كثيرة، ولكن هذه المنطقة هي الأشهر على الإطلاق. إطلالة صباحية جميلة من منطقة سقارة، كل عام أنتم بخير وأتمنى لكم يوم سعيد. شكرا لكم.